بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا درت التعجين تريده، حطيت السكر تاع الدجاج، بصل، ملح، فلفل اسود، زيت طبعا، الدجاج والحمص طبعا. نفرحكم دعوات تصبح مع الوالدي ربي يرحمهم ويجعل في جنة الفردوس الأعلى لجميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. حط الزيت حتى الآن نضيف طماطم ملحية حب هي درت لكم الماء اللي عدات تريدة بيضة، عبيت طماطم حب ملحية مقدرش تعمل بيض طبيعية أكيد. الآن نمرق الماء الساخن، بسم الله، من جهة أخرى تريد قاعدة فور. هنا بعد ما صورتها حط لها الملقى
نخليها تشرب ومن بعد نزيد نفورها للمره الثانيه. وهنا نحط الزبده والزيت في المقله نحمر الدجاج. وهنا بعد ما فارت المرة الثانية نحطها تتجمر بالمرقة، وحطيت لها زبدة على نار قليلة خلاص. وهنا جهز الطبق التريدة، شاهدكم في الجنة. من فضلكم ديروا لي جيم تعليق شباب كيما نتوما، ربي يحفظكم. تنساوش دعواتكم بالرحمة الوالدية ربي يرحمهم ويجعلهم في جنة الفردوس الأعلى ولجميع موتى المسلمين، آمين يا رب العالمين. ونشكركم جزيل الشكر اللي قعدتوا معايا حتى للاخير، بارك الله فيكم، ان شاء الله في فيديو اخر ان شاء الله.